ننتقل الآن إلى الأزمة الحاصلة في إسرائيل، حيث يحتشد آلاف الإسرائيليين وسط تل أبيب في تظاهرة جديدة ضد خطة نتنياهو للإصلاح القضائي تحت عنوان يوم الفوضى في جميع أنحاء البلاد. ويخطط منظمو الاحتجاجات لأعمال متنوعة وأخرى وصفوها بالحازمة، تهدف إلى وضع حد لخطط التعديلات القضائية. ومن المتوقع أن تغلق الطرق في جميع أنحاء إسرائيل، وبحسب المنظمين فإن احتجاجات اليوم ستبدأ أسبوعاً غير مسبوق من المقاومة المدنية والعصيان على خطط الحكومة المتعلقة بالقضاء. نضال كنعنة ينضم إلينا من القدس. نضال، العصيان يتسع على ما يبدو، ما هي خطة نتنياهو لمواجهته؟ نعم فضيلة، يعني نتنياهو بالأمس عندما تحدث مع الرئيس الأمريكي قال بأنه سيسعى للوصول إلى أكبر إجماع شعبي حول خطة تصليح أو إصلاح القضاء. على حد قوله هو الآن يريد التخفيف ربما من حدة القوانين التي يعرضها على البرلمان الإسرائيلي، لكن كل هذه الخطوات غير كافية. المعارضة الإسرائيلية تقول بأنها لن تتوقف إلا إذا تراجعت الحكومة بشكل تام عن سن هذه القوانين لإضعاف القضاء. ويبدو أن نتنياهو لا يملك الكثير من الخيارات. أولا، من جهة المعارضة تصعد كل الوقت، اليوم هنالك إغلاق لعشرات الطرقات، غدا سيكون إضراب تحذيري لمنظومة الصحة في إسرائيل لمدة ساعتين، قطاعات كبيرة من الاقتصاد تنضم للاحتجاجات، سيكون هنالك خيمة اعتصام لرؤساء الاقتصاد في إسرائيل في القدس في الأيام القادمة، هنالك ضغوط على المجتمع الدولي، ستكون اليوم مظاهرة أمام السفارة الأمريكية لمطالبة الولايات المتحدة بمزيد من الضغوط على نتنياهو. لكن مشكلة نتنياهو أن الوزراء في حكومته لا يريدون التوقف عن هذه الخطة، هم يريدون المضي قدما في خطة إضعاف القضاء، وبالتالي نتنياهو بين المطرقة والسندان في هذا الشأن. هو التزم من جهة للجانب الأمريكي بالتراجع نوعا ما، ومن جهة أخرى وزراء حكومته لا يريدون ذلك. أيضا هنالك دعوات للعصيان المدني من قبل المعارضة، وأكثر ما يثير قلق الحكومة في إسرائيل هو العصيان داخل الجيش الإسرائيلي، وما يثير القلق أيضا هو اللجوء إلى شارع مقابل شارع. اليوم هنالك دعوات من قبل متظاهرين من اليمين لإغلاق مداخل بعض الكيبوتسات والقرى التعاونية المحسوبة على اليسار الإسرائيلي في خطوة للمواجهة أيضا من قبل اليمين. أشكرك نضال كنعنة في القدس.